يخافك رعديد ويشفوك جاهل، وتسمو بأرواح الكرام بعيدا. لقد ضاع قومي إذ جفاك انخداعهم، وشاءوا هوانا للحياة مبيدا. طه الحداد هو في طبيعته ثائر. طه الحداد لم يتحدث عن المرأة من منطلق غربي، ولا حتى من منطلق الحركة الاشتراكية التي كانت موجودة في تونس آنذاك. تحدث عن المسألة من منطلق ثقافته العربية الإسلامية. يجب أن ننصف المرأة. حرية الحياة هي التي يبدأ بها كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع. لما صدر كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع قامت الضجة الكبرى. اضربوه ارزبوه الستار يا ويلك خدام رب. شكون يتحمل هذا؟ ما تحملش، قاعد في دار. مات، انا نعتبره مات محموس. قفوا حي المجاهد والعميدة، وصلوا فالنبوغ قضى شهيدا. قفوا وابكوا الرجولة والمبادي، فذا معناهما أمسى لحيدا. رأى جبارنا الوطن الشقية، وأبصر عيش أمته النكيدة. فذابت نفسه ألما ممضا، أثار بصدره روحا مريدا. يدافع عن شريعتنا ويبدي لفهم مرامها رأيا سديدا. ويأسف من بني وطن رآهم لفرط جمودهم عاشوا عبيداً.